اللوائح الصوفية الرسمية الجديدة الأساسية التنفيذية مسماء الطرق الصوفية وترتيب الرسمية سواء عناوين السادة شق طرق رسمية في مجموعة مصر العربية مجلة مسلم كان مشترك فيها الصديق محمد زكي إبراهيم شيخ العشيرة المحمدية وشيخ الطريقة المحمدية الشاذلية 1398 1978 يعني يقولوا 12 يعني قبل 36 سنة واحنا عند قبر الوالد سيد يوسف الساشم رفع الوزناب شيخ الطريقة رفع الصوفية وهني يقول أسماء أعضاء المجلس الصوفي حاليا سيد محمد محمود كامل ياسين قابل الوالد من الفين مصر أبو الوفا تفتفزاني الغنيمي قابل الوالد مصر محمد مصطفى كامل الشبراوي محمد سر الختم المرغني هذا من السودان حسين الجندي الخلوتي الله البكري والدرديري وغيرهم حسن الشناوي الأحمدي في حي محمد أحمد الشناوي شيخ الطريق الصوفية بعد ضياء الدين عبد الباقي العفيفي الله يرحمه عفيفي وكيل معدن الشرعي محمد فيتيو الكناسي المغربي يمكن سيد المرزوق المدني احمد جادو كان يقول احنا طريقتنا المرازغه الشاذليه سيد عفيفي الساكت الشاذلي سبحان الله وهني هذه معلومات عامه عن العشيره وعناوينها والله الوالد قدم لها شكرا.